عشرين عشرين، الفجوة 140-60. لا والله لسه أهو على أعتاب إغلاق هذه الفجوة، ومنطقة 23 فيبو من موجة الأخيرة حقت اللي كسر فيها المثلث من 204 وقاع 120-80. يلا إذا ما يرجع السابق للمغذيات من هنا، الله يخلف الله يخلف، ناهيكم إنه وصل قاع القناة والآن السهم العبرة بالإغلاق. يعني معقول إنزل يقفل بس يرجع؟ مفروض يقفل داخل القناة ويحافظ على هذا المحور. أما لو كسر يعني بالغ في النزول تحت 140 فالوضع كئيب في السهم.